خلونا نستقبل اتصال تليفوني بما ان الرسائل عماله تعمل معايا حاجات غريبه كده. الو. يا صباح الفل يا اسامة. يا صباح الورد والجمال. عامل ايه؟ انا زي الفل الحمد لله. انا اسمي اسماء. يا اهلا بيكي. انا بصي انا مش عارفه ممكن تكون مقدمه طيب القلب مبتلى. حسيت المقدمه عليا انا. انت طيبه القلب ومبتلى ومبتلى بيسموها ايه بال مبتلى. لا انا مش مبتليه ولا حاجه بس انا بحس باللي حواليا. مش بحس حد يكون حواليا يتأذي. يعني انا حسيت المقدمه كانت ليا الموضوع اللي انا هكلمك فيه يا اسامه. دي حاجه مش ليا انا عامه. الحمد لله انا بسمعك كنت بذاكر عليك يا اسامه من 2003. ربنا يخليكي ده من بدايه البرنامج خالص. بدايه البرنامج خالص. يعني انا اول مره اطلع معاك مكالمه تليفون. ده شرف ليا ان حضرتك معايا على الهواء. ربنا يخليك. انا من نوع عقلانيه بعرف احل مشاكلي كويس جدا. بس انا المشكله دي ما اعرفش. يعني انا بقول احنا في زمن ما يعلم بيه الا ربنا. والله. هو شخصيه يعتبر ممكن تكون معروفه يستغل مهنته باتصاله بالبنات لغرض ما تفهمش. دي مراهقة متأخرة. ده مريض نفسي. طب ايه مهنته اللي بيخلي بيستغلها باتصال بالبنات؟ يعني هل مثلا هو راجل؟ ما هو مش هينفع اقولها والله. يا طيب خلاص ماشي اوكي. بس انا مش يعني انا وقعت واحدة في طريقي. اتأذت وما زال بيأذي بنات غيرها. انا اديتها النصيحة وبعدت. بس هي كل واحدة هتقع تحت ايدي انا. طب دي وقعت في ايديا صدفة. طب الباقي ده هيقع في ايديا ازاي؟ يعني انت تعرفيه اساسا الشخص ده؟ تعرفيه كويس يعني؟ هل مثلا هو انت مرتبطة بيه؟ جوزك؟ خطيبك؟ قريبك؟ لا خالص. تعرفيه من بعيد كده؟ عادية. شخصية عامة. وهو شخصية عامة يعني معروف. وبيتصل بالبنات وبيرغي معاهم وكده. بالظبط. تصدقي انت يعني استفزيتي الانسان اللي جوايا انه عايز يعرف ايه الموضوع يعني. طيب البنات اللي بتتاذي وبيأذيها في مشاعرها. طب انت بتلعب في سكه مثلا بتبقى البنات في سكه العشرينات بتسمع كلمه حلوه مش عارف ايه. ده هو بيكلمهم مثلا زي ما انا يعني الناس بتكلمني كده عندهم مشاكل ولا هو بيكلمهم عشان هو راجل نجم؟ ف مش هينفع برضه يعني. لا يعني لا يعني هو نجم فالبنات بيتكلموه عشان عنده معجبات. تانية خالص. لا استني بس. هل هو ليه معجبات مثلا فبيكلموه البنات ويقول لهم كلام حلو؟ بص هو مهنته تحكمه بس مش بيقول الكلام ده. يعني هو بعد مهنته دي طبعا بيلغي البنات في التليفون بيكلموا. انت عارف الراجل ليه كذا طريق. معلش يعني هي طبعا مش كل الرجاله بس انا بقول ده انسان مريض. طبعا يعني هي قالتها لي كده هو كلامه معسول. يعني هو عارف هو بيعمل ايه. يوقع البنت ازاي. طب ليه انت مثلا ماشي انت عندك ده متجوز وعنده ولاد. يعني انت علشان ما عندكش بنت فانت مش حاسس الاحساس ده. بس ممكن تتردي في مراتك. ممكن تتردي في اختك. انت خالتك. بنت عمتك. ممكن في مرضات حد من عيالك. فانت ليه بتعمل كده؟ طب هما بيكلموه ليه البنات؟ ما انا ممكن البنت بتضعف قدام كلمه حلوه يا اسامه. مش النضوج اللي بالك فيه. انا ممكن بكلمك انا سني كبير يعني انا 36. لا يعني هما البنات اللي بيكلموه ولا هو اللي بيكلمهم؟ لا هو اللي بيكلمهم فبيجر رجليهم فخلاص. انت شفت اللي بي 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 بيعمل الخيه للبنت او الشبكه؟ بالظبط كده. نفسي اعرف يعني نفسي اعرف ده بيكلمهم ليه. طيب ايه اللي بيخليه يكلمهم؟ ما هو ده مريض. هل شغله انه يكلم البنات؟ انا بحس مهنته لشيء زي ده معرفش. او هو ده مريض انا مش عارفه. فراغ عاطفي. لا في ناس كده.
في ناس كده ما ايه ذنب البنات الناس؟ ما هو ما بيفكرش، ما بيميزش ان دي بنت ناس وان دي ممكن يوقعها او ممكن يغويها او ممكن يعذبها، ما بيحسبش بالشكل ده ولا بيفكر. انا بقى اللي نفسي اوقعه يا اسامة. ولا توقعي ولا تعملي، انت اطلبي من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يتدخل وربنا قادر. ده كفايه الدعاء اللي بياخده على فكره. ربنا قادر، ربنا قادر على كل شيء. يعني انا اقرب حاجه قلت لها ضربك ربك اقوى من العبد. بس طب انت دي جت مثلا وقالت، طب اللي قبلها واللي بعدها ده كده حرام، ما هو ده في حد ذاته حرام. ما هو في ناس كتيره بتعمل حاجات غلط وما بتفكرش في كده، يعني بيبقى كل همه وكل انه يحصل على شهوته او يحصل على رغبته بالزبط. او يحصل على كده وما بيفكرش هو بيأذي ولا، يعني شايف ان الموضوع بالنسبة له عادي جدا وبيستحل كل شيء وشايف الامور لذيذة. وفي بعض الناس كمان شايفها يعني مجدعة، شطارة، شقاوة، دنجوان، مفكر نفسه رشدي اباظة. لا يعني هي شقاوة وشطارة وكده يعني. وهو عياله كبيره ومتجوز ويعني بصي يعني ما يعني انا ما اقدرش احكم على حد، انا ما اعرفش تفاصيل مشكلته قوي، انما يعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يهديه، بس يهديه ويبعده عن ربنا ياخده علشان يعني ما يبقاش. لا حول ولا قوه الا بالله. لا انت مش يعني انت عارف يعني ايه بنت تبقى في صدمه، ما يعتبر هو بيعلقها دي تعتبر دي صدمه عاطفيه، دي كده تطلع ما عندهاش ثقه في هل انت تعرفي بنت اتعلقت بيه قبل كده؟ وده اللي مضايقك يعني؟ بالظبط كده، ايوه ما هو ده اللي مضايقني. طب هي وقعت في طريقي وانا نصحتها وانقذتيها. بالظبط. طيب هل في وسيله تكلميه تقولي له عيب كده ما تعملش كده في بنات الناس مثلا، ولا مش هتعرفي توصلي له؟ لا انا ممكن اوصل له، بس انا لو اديته هديه بزياده. بس فكرك لما يعني تقولي له الكلام ده، هو هي يعني هو هياخد بيه؟ لا يمكن، ولا هياخد بيه خلاص، عادي هياخد من هنا ويطلع من الناحيه الثانيه. يبقى احنا نطلب له الهدايه رفقا ببنات الناس، يعني نقول له يا رب حطه في تجربه كده يعني تهديه. يعني انا بقول يعني نفسي ضربه ربنا تجيله قريب عشان ما يأذيش حد ثاني والله بجد. بصي ربنا ما بيسيبش، وربنا هو اللي شايف، عالم بقلوب الناس وشايف الاعمال كلها. ما انا بقول لك بقى، انت بتقول الطيوب يعني القلب اللي هو الطيب مبتلى. انا ممكن اكون يعني ايه، في خير وفي شر، انا ممكن اكون جانب الخير اللي ما بحبش حد يتاذي. بس كلنا ما بنحبش حد يتاذي وكلنا ما بنحبش نشوف نقطة بحر والله دلوقتي يا اسامه. لا والله في ناس حلوة كتير في الدنيا، وفي ناس طيبة، وفي ناس تحب الخير للناس، وفي ناس محترمة كتير وجميلة، وفي ناس وفية، في ناس حلوة قوي. ولكن مع الأسف من كتر الحاجات الوحشة ما بقيناش بنشوف غير الكويس. ما بنشوفش الكويس، بنشوف الوحش لأنه معلم كده قدامنا. عموما أنا بشكرك طبعا على متابعتك، وبشكرك على مداخلتك، وبشكرك على وجودك معايا، وبشكرك على متابعتك من 2003، وبتمنى لك كل الخير والسعادة، وربنا ما وقف في طريقك حاجة وحشة أبدا، وتبقى حياتك كلها خير في خير.